72 ساعة هي المهلة التي منحها أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا لاستسلام قوات إقليم تيغراي قبل أن يبدأ هجوما واسعا على الإقليم لوقف التمرد غير المشروع على حد وصفه. أبي لجأ إلى هذا التحذير على تويتر موجها رسالة مضمونها في الأمور وصلت لمرحلة اللا عودة، وقد أحدثت هذه التغريدة ضجة واسعة وتداولتها جميع وسائل الإعلام الإثيوبية التي ذكرت بدورها أن الجيش سيستخدم سلاح الدبابات والمدفعية للسيطرة على عاصمة الإقليم الواقع شمال البلاد. لكن على الجانب الآخر ومع تصاعد المعارك بين الجانبين تزداد الأزمة الإنسانية صعوبة، فقد شهدت الدول المجاورة لإثيوبيا هجرات جماعية بعشرات الآلاف إثر استمرار العمليات القتالية، وهو ما حذرت منها الأمم المتحدة وسط مخاوف من تفشي وباء كورونا أيضا. وفي هذا الوقت الذي أتحدث فيه لم يبقى من المهلة الممنوحة لقوات الإقليم إلا القليل، فهل ستلجأ إلى هذه القوات إلى الاستسلام أم ستشهد الساحة هناك تصاعدا عسكريا أكبر مما شهدنا؟ بالطبع المغردون على تويتر تفاعلوا كثيرا مع تغريدة أبي أحمد. دعونا نستطلع أبرز هذه التغريدات ونبدأ من إبراهيم الذي كتب قائلا: لا أعتقد أنهم سيستسلمون وقد يتحولون إلى ميليشيات ومصدر لعدم الاستقرار الأمني في حال تم الهجوم على عاصمتهم، وقد تتسع الحرب ويعم الخراب كل أثيوبيا. أما نادين فكتبت قائلة: كيف لرجل حاصل على جائزة نوبل للسلام أن يخوض حربا سيذهب ضحيتها بالدرجة الأولى المدنيين؟ يجب اللجوء للحلول السياسية. تغريدة أخرى من منير آدم قال فيها أيضا: الصراع في إثيوبيا دخل منعطفا خطيرا بعد رفض جبهة تحرير تيغراي الاستسلام، ويحذر خبراء من الاندفاع سريعا للقوات الإثيوبية وهي في طريقها إلى معقل الجبهة، حيث أن ذلك سيعرضها لهجمات حرب العصابات. بالطبع كثير من التطورات التي رأيناها خلال الساعات الماضية غطيناها على سكاي نيوز عربية. معي من القاهرة الآن مدير مركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة الدكتور أيمن شبان. أهلا بك دكتور أيمن معنا على سكاي نيوز عربية. دكتور أيمن، هذا صراع جديد في القارة الإفريقية، صراع خطر جدا، صراع يحمل ما يحمل من مضامين، يعني قوميات، بعض الفئات الحزبية والمناطقية، ما مستقبله؟ كيف ترى نهاياته؟ يعني هل نحن في إرهاصات نهايته أم أنه في أول بداياته؟ يعني أعتقد أن هذا الصراع سوف يمتد أفقيا ليطال بعض الأقاليم الأخرى في إثيوبيا، وسوف يمتد زمنيا لأننا لا نعالج أصل هذا الصراع. هذا الصراع هو صحيح أنه صراع حديث ولكنه له جذور وإرث تاريخي في إثيوبيا، لأن إثيوبيا تتكون من أكثر من 85 جماعة إثنية. هذه القوميات لا يوجد بينها تجربة تاريخية مشتركة، لا يوجد بينها روابط مشتركة، لا توجد آليات لتحقيق الاندماج القومي ما بين هذه القوميات، أقصد آليات طوعية. هذا الاندماج تحقق بشكل إكراهي، فتحولت الدولة الإثيوبية بحدودها إلى ما يشبه الأقفاص الحديدية التي أغلقت عنوة على من هم بداخلها، وبالتالي التجري لا يثقون في أبي أحمد. أبي أحمد في المقابل يريد تحطيم قوة تجري. الصراع بدأ سياسيا لأنه كل طرف يريد أن يحافظ على مكتسباته. أبي أحمد يريد من خلال ما يقول أنه سياسة إصلاحية نزع يعني مكتسبات تجري السياسية والمالية التي حققوها عبر أكثر من 3 عقود، فيما يصر تجري على التمسك بما يعتبرون أنه مكتسبات حققوها. أبي أحمد أيضا قلص المخصصات المالية التي كان يفترض أن تخصص لإقليم تيغراي ضمن الميزانية القومية. أيضا رفض الانتخابات التي أجريت في إقليم تيغراي بشكل قاطع واعتبرها مخالفة للمادة 102 من الدستور الإثيوبي، وبالتالي احتكم الطرفان إلى السلاح
أبي أحمد يضع شروطا شديدة التعقيد لإنهاء هذه الحرب، منها نزع سلاح ميليشيات تيجراي، وأعتقد أن هذا هو المستحيل بعينه، فيما يصر حاكم إقليم تيجراي على تكوين حكومة انتقالية. هذه الحكومة الانتقالية يفترض أنها من وجهة نظري سوف تشرف على الانتخابات القادمة. هذا هو أيضا ما يرفضه أبي أحمد قطعيا. كل طرف من أطراف الصراع يحاول تحقيق مكتسبات على الأرض، مكتسبات عسكرية حتى يستفيد منها كأوراق للضغط عندما يقتضي الأمر اللجوء إلى مائدة التفاوض. طيب دكتور أيمن، من ناحية أخرى يعني اليوم نتحدث عن قوة عسكرية متشابكة، قوات تيجراي ليست أقل ربما تسليحا من الجانب الإثيوبي، الفارق هنا ربما القوات الجوية، لديهم طائرات، لديهم بعض التفوق الجوي، لكن قوات تيجراي مسلحة أيضا. إلى أي مدى ممكن أن نرى يعني مجابهة عسكرية أكبر؟ هل تعتقد هناك دول إفريقية ممكن أن تدعم التيجراي؟ لأن هذا السيناريو تكرر في القارة الإفريقية عبر العقود الماضية. أولا التيجراي أهل حرب، لديهم السلاح مكدس منذ سنوات مديدة، كان لهم دور مهم في الإطاحة بالإمبراطور هيلا سلاسي ثم نظام منجستو، وكانوا أقوى قوة عسكرية في التحالف الإثيوبي الحاكم في إطار الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا، وتمكنوا بفضل وجود شخصية مثل ميلس زيناوي على رأس الحكم طوال هذه السنوات الماضية من تحقيق الكثير من المكتسبات وأيضا تجديس السلاح. لدي مقاتلين يربو عددهم على 250,000 مقاتل، وأيضا لديهم القاعدة العسكرية في الشمال التي استولوا عليها بأسلحتها الثقيلة، ولديهم الخبرة في يعني خوض الحروب. في المقابل بالفعل القوات الجوية الإثيوبية تتفوق جدا بفضل الطائرات التي بحوزتها طائرات، معظمها طائرات روسية الصنع، طائرات السخوي وغيرها، ولكن لا أعتقد أن التيجراي بوسعهم الحصول على المدد أو الدعم من الخارج، لأن السودان أعتقد أنها يعني تدعم نظام أبي أحمد بسبب سياسات أبي أحمد الداعمة أيضا للعملية الانتقالية في السودان، بسبب الشراكة في موضوع سد النهضة، الشراكة التجارية، الاستثمارات المشتركة، الجوار الجغرافي أيضا. نعم. هناك مئات الألاف من السودانيين كلاجئين في إثيوبيا، إثيوبيا فيها لاجئين من 19 دولة، وبالتالي تعتبر إثيوبيا هي رمانة الميزان والاستقرار في القرن الأفريقي، وليس بوسع أي قوة في القرن الأفريقي قوة أخرى أن تدعم جماعة التيجراي. لكن دكتور أيمن من المستغرب أيضا ليس فقط الموضوع سكوت كثير من الدول الإفريقية، لكن سكوت العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، تلك الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن يبدو أنها ساكتة، يعني لا تدخل فيما يحدث، وهي يعني تطورات خطيرة في بلد مهم في إفريقيا، لماذا؟ العالم كله يعتبر أن إثيوبيا مثلما ذكرت هي ميزان الاستقرار في القرن الأفريقي، وأن هذه الدولة في حال انهيارها، في حال تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية فيها، سوف تتأثر كل الأوضاع في القرن الأفريقي، ربما تؤثر رغم أنها لا تطل على البحر الأحمر على سلامة الملاحة البحرية في المنطقة ككل، رغم أن إثيوبيا بالفعل دولة حبيسة لكن لها منافذ على البحر الأحمر من خلال إريتريا ومن خلال ميناء جيبوتي، وبالتالي هم يعطون الفرصة لأبي أحمد لكي يضبط الأوضاع في الداخل، يعطونه مساحة من الوقت، غطاء سياسي لكي يحقق مكتسبات عسكرية على الأرض لعلها تنفعه عندما يجلس إلى مائدة التفاوض، رغم أن أبي أحمد بشكل تكتيكي يقول إن كل الخيارات مطروحة أمامه باستثناء خيار التفاوض، وبالتالي أعتقد أن المفاوضات قادمة، ولكن العالم يريدها بشروط أبي أحمد وبإملاءاته حتى تستقر الأوضاع في إثيوبيا، لكن في تقدير أن الأوضاع لن تستقر في إثيوبيا طالما يصر رئيس الوزراء الإثيوبي على إعمال خيار الإدماج الإكراهي وليس الطوعي. التيجراي لن يستسلموا بسهولة، وهذه الحرب ليست حرب يعني يمكن فيها تحقيق سيناريو المغالبة بمعنى أن يقضي طرف على الطرف الآخر كلياً، ولكنها حرب استنزاف
قد تستدرج إثيوبيا إلى ما يشبه إقليم دارفور جديد في إثيوبيا، وهذا ما نخشاه جميعا. نعم، أشكرك جزيلا من القاهرة مدير مركز البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة الدكتور أيمن شبانة، شكرا جزيلا لك.